بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. مشاهدينا، زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في تخصصات الطب المختلفة، والنهاردة هنتكلم عن الجديد في تشخيص وعلاج الصداع وألام الرأس، وخاصة الصداع النصفي. ويسعدنا أن يكون معنا ومعكم الأستاذ الدكتور أحمد سيد بيومي، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب القصر العيني. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بحضرتك. دكتور أحمد، يعني إيه صداع نصفي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا حضرتك النهاردة بتثير تساؤل مهم جدا عن يعني عرض مهم جدا وعرض شائع جدا بين الناس، ألا وهو صداع. يعني احنا خلينا نقول في الأول إن تقريبا حوالي 50% من الناس هيحصل له نوع من نوبات صداع على الأقل مرة واحدة في حياته. إنما يعني احنا ممكن نتكلم أكثر تفصيلا عن الصداع النصفي. هو كعرض هو نوبة من الألم بتصيب جزء من الرأس، ممكن نقول إن هو على ناحية من نواحي الدماغ، الناحية اليمين أو الناحية الشمال، مش لازم كل النص الأيمن أو الأيسر، ممكن جهة معينة مثلا منطقة الجبهة مثلا. النوبة دي هي بتيجي في شكل عامل زي الموجة، بتبدأ بسيطة تفضل تزيد تزيد تزيد، ساعات يصاحبها غثيان، ساعات يصاحبها مل القيء، تتراوح مثلا في بعض الحالات من ساعة لساعتين، في بعض العينين ممكن تستمر ليوم أو يومين. ممكن يبقى معاها حساسية مفرطة للضوء، حساسية مفرطة للأصوات العالية، ساعات بيبقى معاها عدم قدرة على التركيز. يعني هو في فرق ما بين الصداع النصفي والصداع التقليدي العادي اللي الناس يعني اللي الناس بتحسه؟ يعني المريض البسيط العادي يقدر يفرق ما بين الصداع النصفي والصداع العادي ولا ده صعب؟ هو كلمة الصداع النصفي كلمة مفسرة نفسها. الصداع النصفي يعني الصداع اللي بيجي على نص من جهات الدماغ. انما في انواع تانية طبعا من الصداع زيها، يعني مثلا زي حاجه احنا بنسميه الصداع التوتري مثلا. ده بيجي على ناحيتين من منطقه الجبهه الخارجيه ديا، او الصداع اللي بيجي الصداع اللي بيجي مثلا الكلاستر هيديك اللي هو الصداع العنقود، ده بيجي ورا العين. في اشكال كتيره جدا من الصداع، كل واحد منهم ليه اسباب، كل واحد منهم ليه طريقه علاج. وعشان كده من الحاجات المهمه جدا معرفه السمات المميزه للصداع، عشان نقدر يبقى دي الخطوات الاولى للتشخيص الدقيق ثم العلاج الصحيح باذن الله. طيب كيف يحدث الصداع النصفي؟ ازاي بيحصل؟ الصداع النصفي بدايه الاسباب المباشره او الاسباب الحقيقيه، احنا يعني لغايه دلوقتي صراحه مفيش يعني حقائق واضحه بالنسبه للموضوع ده. انما هو في نظريات بتقول ان الاسباب او عوامل مثلا بيحصل خلل في دخول وخروج بعض الاملاح المعدنيه في العضلات الصغيره اللي حوالين الشرايين والاوعيه الدمويه الدقيقه، بيحصل ضيق شديد في هذه الاوعيه الدمويه اللي بتغذي فروه الراس والانسجه السحائيه بتاعه المخ، يتبعها بقى الاتساع الشديد اللي هو بيسبب نوبة الصداع. تمام. ويمكن هي دي بقى الـ 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 الطريقة اللي بتتبع بقى أثناء العلاج بتاع نوبات الصداع، إن احنا إزاي نمنع الاتساع المفاجئ للصداع دون للأوعية الدموية دي عشان نوقف نوبة الصداع، أو حتى كمان إن احنا نمنع حدوثها. طيب يا دكتور، لو اتكلمنا عن العوامل المؤدية لحدوث الصداع النصفي. أيوه. إيه هي العوامل دي؟ هي عوامل كتيرة، يعني جزء منها مثلا عوامل وراثية. ومعنى عوامل وراثية مش معناها عوامل يعني في خلل جيني أو في مشاكل في الكروموسومات، إنما هو البيهيفير العام بتاع العيلة. يعني مثلا زي الناس اللي عندهم نسبة دهون عالية، هو نسبة الدهون العالية دي عالية ليه؟ لأن هم بياكلوا بطريقة زي بعضهم، ممارسة الرياضة زي بعضهم، وبالتالي بيشتركوا في بعض السمات المرضية. فنفس القصة تقريبا احنا عندنا، يعني أحد الأبحاث بتقول إن تقريبا 70% من المرضى اللي عندهم صداع نصفي بيبقى في حد في الأسرة عنده شكل من هذه الأشكال. برضو من أحد الأسباب المهمة جدا برضو دي برضو ليها بيهيفير واحد زي التوتر. التوتر الزائد، التوتر ده بقى من سمات العصر، الشغل، متطلبات الحياة، التسارع الشديد جدا في الأمور الحياتية. فده بيخلي برضو الإنسان دايما في عنده برضو عوامل كتيرة قوي تخليه دايما يعني فريسة سهلة للصداع. يعني في الاساس خالص الاول العوامل الوراثيه، نعم، ثم يتبعها التوتر. ايوه يا فندم. يعني دي كلها احد يعني دي العوامل التي تؤدي الى حدوث الصداع النصفي. بالظبط يا فندم. وايه كمان يا دكتور؟ العادات السيئه،
العادات اليوميه السيئه، انا بقعد مثلا قاعده مش مظبوطه مثلا اثناء شغلي، قاعد مثلا قدام الكمبيوتر غلط، مثلا قاعد قدام اللابتوب بطريقه مش مظبوطه، نايم بطريقه مش مظبوطه. تمام. وبالنسبه للنوم بقى، النوم ده بقى من الحاجات المهمه جدا اللي مرتبطه بالصداع. لان الاضطرابات الشديده في العادات النوم، الناس اللي بتسهر فترات طويله، الناس اللي نومها متقطع، الناس اللي بتنام كتير، تمام، برضه تلاقيهم برضه عندهم هذه المشاكل، لان بيحصل تغير في البيولوجيكال ووتش اللي هو الساعه، الساعه البيولوجيه، الساعه البيولوجيه. تمام. واحنا دايما بيبقى فيه بعض الهرمونات اللي بتخرج في اوقات معينه المفروض يبقى انا صاحي فيها، او بعض الهرمونات اللي المفروض بتخرج في اوقات معينه يبقى انا المفروض نايم فيها. فلو حصل خلل في هذه المنظومه يبتدي العيان ايه، يعاني من هذه المشاكل. حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني قال في كتابه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. فاحنا لما بنغير الساعه البيولوجيه دي بيحصل خلل، فبالتالي بيؤدي الامراض من ضمنها الصداع النصفي. بالظبط يا فندم، بالظبط. في عوامل تانية يا دكتور؟ برضو زي ما احنا قلنا ان هو بيهيفير يعني، او بيبقى يعتمد على عادات مختلفه، الاكل مثلا. تمام. وجد برضو ان بعض الناس اللي في انواع بعضها من الجبن بتعمل حاجات زي كده، الشوكولاتات مثلا، هنزعل بقى الاطفال. مع ان الناس كلها بتحب الشوكولاته. يعني هو احنا خلينا نتعامل مع موقف يعني زي الحساسيه. تمام. يعني هو مش لازم الشوكولاته هتعمل حساسيه، انما لو انا فرض ان انا عندي حساسيه من الشوكولاته فيبقى انا عندي بقى هذه المشكله. انما دايما، ويمكن حتى دي حاجات اللي احنا دايما بناكد عليها في الطرق الوقائيه بقى، ان شاء الله هنتكلم عن موضوع يعني عن النقطه دي بعدين. يعني انا لاحظت ان مثلا لما باكل جبنه، باكل بيتزا مثلا وفيها جبنه، فلاحظت ان مثلا بيبقى فيه صداع، او مثلا مع المشروبات الغازيه لقيت فيه صداع، او الاكل اللي فيه حاجات حراقه، الشطه والفلفل، لاحظت ان بيتبع ذلك نوبات الصداع دي. يعني يبقى اذا من المنطق ومن البديهي ان انا ايه، اتوقف عن النوايا، النوايا دي من الاطعمه يعني. تمام يا فندم. في كمان عوامل تانية؟ التدخين طبعا بقى حضرتك يعني هننساه شكلنا. التدخين من المشاكل الكبيره جدا يعني اللي احنا بنحاول ان احنا دايما نركز عليها، ان احنا ننوه عن اثاره السلبيه، عن مشاكله الجسيمه اللي بيتعرض ليها المدخنين. يعني التدخين بيعمل صداع نصفي؟ بيعمل مشاكل كتيره جدا من ضمنها الصداع. مع ان في موروث غريب جدا عند الناس، يعني الناس دايما تقول انا لما يبقى عندي صداع بدخن سيجاره او اخد شيشه فالاقي الصداع راح. لا غلط طبعا، لا غلط طبعا. الكلام ده طبعا مش منطقي خالص يعني. وفي دراسه انا قريتها مؤخرا، دراسه اسبانيه بتقول انه اللي بيدخن اكتر من 5 سجاير في اليوم ده عرضه لنوبات الصداع النصفي. ما مدى صحه الكلام ده يا دكتور؟ انا متفق طبعا مع حضرتك. يعني هو الدراسات دي بتتعمل على نسبه من المرضى او نسبه من المتبرعين. معانا ناخد اتصال. الو مدام ميرفت. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك، منور الشاشه. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. يا اهلا بيك، منور بصراحه، بصراحه منور جدا. الله يخليكي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا فندم. انا كان نفسي اعمل حصل مشكله في الاتصال. اتفضل يا دكتور احمد. زي ما قلت لحضرتك يعني الدراسات اللي بنعملها او بتتعمل في اوروبا او في امريكا بيبقى فيه بندرس ظاهره معينه على بعض الناس اللي هم بنقول ان هم الناس المتبرعين يعني، او الناس اللي هم بيخضعوا لهذه الدراسات. فوجد طبعا ان تدخين التبغ بالذات من المشاكل اللي بتؤثر تاثير واضح جدا على نسب حدوث الصداع النصفي. من الحاجات المهمه جدا برضو اللي لازم احنا نبقى فاهم عارفينها المنبهات، يعني المشروبات اللي هي القهوه والشاي برضو بيبقى فيه خلط في الموضوع ده. في بعض الناس يعني يصحى الصبح من النوم مثلا عنده صداع شديد جدا ويقول انا ما بتحسنش غير لما اشرب فنجان قهوه. تمام. لا بيشربوا كوبايه قهوه. او بالظبط حضرتك كده، بالظبط كده. طبعا هو انا اعرف ناس بتشرب القهوه اكتر من مره في اليوم، يعني لازم كوبايه واكتر من مره. فاحنا يعني اعتقادا منهم ان ده بيودي الصداع او بيخليه فايق، ده ما مدى صحه الكلام ده؟ هو المعلومه دي يعني جزء منها نتفق معاه وجزء منها نختلف معاه. الجزء الايجابي في النقطه دي يعني ان بعض الادويه اللي بتعالج نوبات الصداع النصفي بالذات يعني فيها مركبات فيها ماده الكافيين. تمام. انما دايما الاسراف هو اساس كل المشاكل. وبالتالي حتى لما يجي الانسان اللي هو بيعتاد على ان هو يشرب شاي كتير او قهوه كتير او المشروبات المنبهه على وجه العام، يعني لما يبتدي ان هو النهارده ما يشربش بقى المعدل اللي هو متعود عليه كل يوم،
او في التوقيتات اللي بنتعود عليها كل يوم، فيبتدي يظهر عنده ايه هذا العرض. معانا اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. الو 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 يا دكتور. اي يا فندم. مين؟ هبه يا دكتور مع حضرتك. يا اهلا بيكي استاذه هبه. اتفضل يا دكتور. كنت عايزه اسال بس دكتور عن حاجه. تحت امرك. دايما بحس بصداع شديد جدا وعلى طول مستمر معايا. تمام. الصداع ده فباخد مسكن. ايوه باخد مسكن يعني بيريحني شويه وبعد كده يعني مستمر معايا بيرجع لي تاني. تمام. فانا مش عارفه خايفه يعني انا بيخوفني من حته المسكن ده ان انا بقيت متعوده عليه. تمام تمام. طب حضرتك عرضتي نفسك على دكتور؟ في دكتور شافك؟ لا خالص، انا لما دايما ما بيجيلي صداع حتى لو خفيف باخد مسكن وخلاص بيريحني. تمام. بعد كده ابتدى يعني يشد معايا، يعني كل يوم بعد التاني بيستمر معايا. و ممكن مثلا النهارده في مثلا حاجات بسيطه صداع بسيط، تاني يوم بيبقى اقوى منه، بيخلي عينيا بتدمع من كتر الصداع، متضايقه جدا ويعني اقعد يعني اضغط كده عند دماغي احس ان هي فيها الم شديد قوي. ممكن اسال حضرتك يا مدموزيل هبه بعد اذنك سؤال بسيط؟ ايوه. حضرتك عمرك قد ايه يا فندم؟ 23 سنة. بقاله قد ايه الصداع ده بيحصل لحضرتك؟ يعني مستمر معايا يعني بقاله شهرين. ودي بداياته يعني، او قبل كده الحمد لله ما كانش بيحصل حاجات زي كده. لا قبل كده لا ما كانش بيحصل صداع خالص. بيبقى فين بالظبط يا فندم الصداع ده؟ بيبقى موجود فين بالظبط؟ مش فاهمة يعني. هو مكانه فين؟ مكانه فين؟ هو من عند دماغي كده من جنب على يعني على ناحية واحدة من راسك، ولا بيبقى محوط راسك كلها او في مؤخرة الراس؟ من ناحية واحدة بس من جنب اليمين كده. دايما بيبقى فيه الم جامد. بترتاحي مثلا حضرتك لو مثلا بقى فيه ضوء حواليكي او صوت عالي؟ لا خالص، ده انا مش عايزه اسمع اي صوت خالص جنبي. طيب يا فندم انا هرد على حضرتك يا فندم. اتفضل. شكرا. اتفضل. اتفضلي. اتفضلي. هي بتقولي ان عندها 23 سنه. ايوه. وعندها صداع بيحصل في الناحيتين وبتاخد مسكنات والالم لسه مستمر. يعني هو زي ما بقول لحضرتك كده، يعني هو المريض نفسه من وصفه لنوبه الصداع بطريقه بسيطه جدا، انما هي بتبقى دقيقه، بتقدر توديك في مكان المشكله. ومن الحاجات برضو اللي احنا لاحظناها ويمكن حتى هنلاحظ يعني في الاتصالات اللي جايه، ان معظم المتصلين هيبقوا ستات. يعني لان نسبه كبيره جدا من الصداع النصفي بيبقى المصابين بيه ستات، يعني تقريبا النسبه 4 لـ1. يا ستات دايما متفوقين في حاجات كتيره جدا. والله ربنا يكون في عونهم يعني. طب ده مرتبط بخلل هرموني معين او مشكله معينه؟ لا، التغير الاختلافات الهرمونيه ما بين الستات والرجاله او الذكور والاناث، يعني هي اللي ممكن يعني تبقى نقدر نحمل عليها النسبه العاليه بالظبط كده. انما برضو في بعض الاصابات التاليه اللي بتبقى بيتميز بها الرجاله، وبرضو من اشكال الصداع النصفي، يعني اللي هو احنا بنسميه الصداع العنقودي. تمام. طريقه علاج المشكله دي غير طريقه علاج المشكله دي. انما احنا هنخلينا فيما يخص مشكله المدموزيل هبه. هي كانت بتسال المسكنات اخبارها ايه. طبعا ما فيش اي مشكله خالص طالما ان انا باخدها تحت اشراف طبي. لازم تاخدها بطريقه تدريجيه، يعني ما ينفعش ان انا اخد جرعات كبيره مثلا من ادويه مثلا شديده مثلا زي الادويه اللي هي مضادات للالتهابات في بدايه الامر، لان احنا ممكن الموضوع ينتهي خالص في اول المرحله. انما لو لقينا ان المشكله دي مشكله متكرره بتاثر على اسلوب الحياه وطبيعه الحياه وطريقه شغلي و يبقى ساعتها نمره واحد ارجع للدكتور عشان ابقى عارف اسباب المشكله بتاعتنا وطريقه علاجها الاحسن. طبعا ماشي يا دكتور. هنخرج لفاصل وبعدين نكمل. مشاهدينا هنطلع فاصل ثم نعود اليكم لنستكمل الحوار مع الاستاذ الدكتور احمد سيد بيومي، فتابعونا بعد الفاصل. مشاهدينا عدنا إليكم بعد الفاصل ولنستكمل الحوار مع الأستاذ الدكتور أحمد سيد بيومي، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني.
وكنا قبل الفاصل بنسأل الدكتور، كان في اتصال من أنسة هبة بتسأل عن إن عندها صداع نصفي وهي بتاخد مسكنات من نفسها، حضرتك تنصحها بإيه يا دكتور أحمد؟ أنا زي ما قلت لحضرتك يعني هو زي أي مشكلة هي لازم تبدأ بالبداية الصحيحة، إن هي ترجع للطبيب المختص عشان نقدر نحلل الصداع دون تحليل دقيق، نقدر نوصل لأسبابه إذا كان ليه أسباب، يعني لو هو عرض فقط. انما بدايه طبعا الاحساس بالصداع ده لازم التغلب عليه يعني، فبس هي تبدا بطريقه تدريجيه يعني تاخد ادويه بسيطه، ادويه مسكنه بسيطه في الفترات الاحساس بالالم، لغايه بقى ان شاء الله ما تبتدي تراجع الدكتور بتاعها ان شاء الله تعالى عشان يقول لها الراي الاكثر دقه يعني. دكتور لو يعني اتكلمنا عن اشكال الصداع النصفي، ايه هي اشكاله المختلفه؟ برضه دي حاجات مهمه، من الحاجات المهمه جدا ان لازم نبين للناس اشكال الصداع النصفي، لان بيبقى فيه خلط في الامور. فالشكل الاكثر شيوعا هو اسمه الصداع الاعتيادي، يعني هو شكل من اشكال الصداع النصفي اعتيادي. بمعنى ايه؟ ان نوبه الصداع بتيجي مفاجاه، بتبدا بسيطه وتفضل تزيد تدريجيا 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 زي ما انا وصفت قبل كده، بتيجي على ناحيه من الراس، الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، ممكن تيجي في الجبهه. بيصحبها نسبة من الغثيان، بيصحبها نسبة مثلا من الحساسية للضوء أو الصوت العالي، ممكن تستمر لغاية أيام، يعني ممكن في بعض العيانين يقعد بقى له 3 أيام 4 أيام عنده نقطة صداع دي، وبتأثر عليه تأثير شديد جدا في ممارسة حياته اليومية، وبتنتهي تدريجيا زي ما هي أو بقى عن طريق الأدوية المسكنة زي ما العيانين بتبتدي بقى تتعامل مع هذه المشكلة. وده اكثر الاشكال شيوعا. في شكل تاني اللي هو اسمه الشكل التقليدي، وده اللي بيبان فيه اللي هو الوصف بقى بتاع طريقه حدوث الصداع، يعني بيبقى في حاجه اسمها اعراض سابقه للصداع اللي احنا بنسميها اورا، ودي في الفتره اللي هي بيحصل فيها الانقباض الشديد في الاوعيه الدمويه. تمام. فالعيان بيبقى عارف خلاص ان هو هيحصل له نوبه صداع، وطبعا ده بيبقى ليه جزء ايجابي جدا في علاج المشكله دي، لان انا ممكن ابدا العلاج من المرحله دي وبالتالي يبقى انا بتفادى حدوث نوبه الصداع. فالعيان بيظهر عنده اعراض مميزه زي مثلا طنين في الاذن، عينه بتزغلل، مثلا بيحس ان مثلا فيه ومضات من الضوء مثلا في عينيه او خيالات في عينيه، وبعدين يتبعها بقى نوبه الصداع اللي هي احنا قلنا عليها دي، وبتستمر للفتره المحدده احنا قلنا ممكن ساعات او ايام، ثم حاجه اسمها طور ما بعد الصداع بقى، بتبقى حاله من العياء الشديد، العياء الشديد واضطرابات الحاله المزاجيه، برضو بتستمر مثلا ممكن لغايه 24 ساعه 48 ساعه. ده الشكل اللي هو التقليدي، وده بيبقى نسبه حدوثه قليله شويه. في بقى شكل ثالث، شكل نادر جدا بس هو مش اهميته ان هو من الحاجات الخطيره، ان بيحصل معاه تغيرات ملفته جدا للنظر، ممكن يحصل فيه مثلا معاه تدهور في حده الابصار، يعني العيان مع صداع يقول ان انا مش شايف بعيني، وهو بيبقى يعني صادق في الكلام ده، او ان مع صداع بيحصل ضعف في حركه العين نفسها، او مع صداع يحصل ضعف في الحركه في نص من جسمه، يعني كانه عنده سكته دماغيه او جلطه يعني بالمعنى العام ليها. تمام. فطبعا انا لما بقدر احدد واميز ما بين الاشكال دي وبعضها، وكمان ابقى اميز ما بين اشكال الصداع المختلفه، فانا بقدر اوصل العيال لبدايه طريق العلاج الصحيح. لان مثلا العيال ده هنقول له لا انت ما تقلقش، حتى لو كانت نوبه الصداع دي شديده جدا لازم نطمنه ونعمل له فحوصات بسيطه، نطمنه ان دي مش مشكله لها علاقه مثلا بحاجه خطيره في المخ، ونبدا العلاج التدريجي، وان شاء الله طبعا بيبقى الامور كويسه. انما في بعض الحالات الثانيه لازم ندرس بقى اسباب الصداع، لان ساعتها بيبقى الصداع يعني عرض لمشكله اكبر مش بس مرض مستقل بذاته. يعني ده ياخدنا برضو يعني نتكلم عن الصداع، هل هو عرض لمشكله ما، المشكله خطيره او غير خطيره، ولا هو مرض مستقل بذاته؟ والمريض يعمل ايه لما يجيله نوبه صداع برضو؟ يعني افرض لا قدر الله واحد جاله نوبه صداع مفاجاه، يتصرف معاها ازاي؟ دي ده سؤال مهم جدا. يعني احنا دايما لازم نبقى فاهمين هو ايه اسباب الصداع. تمام. يعني اسباب الصداع على اطلاقها اسباب كتيره جدا، وعشان كده هو زي ما قلت لحضرتك من الاعراض الشائعه جدا بالنسبه للناس، واللي دايما بتلاقيهم بيسال استشارات طبيه مختلفه. دكتور معانا اتصال، هناخد اتصال. اتفضل نكمل. الو. ايوه ام محمد اتفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لها يعني استشارة بعد إذنك يا دكتور. تحت أمرك. يا دكتور الأعراض اللي أنت بتقولها ديت، وأنا جاني انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية. تمام. وسببت ضعف في عيني، وفي دايما صداع في أسفل الرأس من ورا، وفي كتفي، في كتافي الاثنين، بدراعي اليمين تقيل. ممكن تعلي صوتك شوية لو سمحت يا أم محمد؟ نعم. علي الصوت شوية بعد إذنك. علي؟ آه. علي صوتي شويه. ايوه لو سمحتي. بقول حضرتك عامل لي صداع من ورا، من في اسفل دماغي من ورا كده، من عند الرقبه. ايوه. وفي كتفتي الاثنين، وفي دراعي، وسبب برضو ضعف في عيني. فده حله ايه يا دكتور؟ حضرتك تعبانه قوي بصراحه، وباخد علاج وبقرره من نفسي، فمش عارفه اعمل ايه. حضرتك يا فندم هسالك سؤال بسيط لو سمحتي. نعم. الصداع ده حضرتك بتقولي ان هو في مؤخره الراس؟ اه. عمرك قد ايه يا مدام؟ عندي 50 سنة. 50 سنة. الالام اللي بتقولي عليها دي حضرتك بتسمع كمان بين كتافك او في تنميل في الذراعين؟ الصوت بعيد يا دكتور. حضرتك اسمعينا من التليفون. طيب يا فندم حاولي اتفضل. الالام دي حضرتك بتسمع في اسفل الرقبة او في ما بين كتافك او بتسمع في ذراعاتك يا فندم؟ هو الخط قطع يا دكتور. هي بتقول ان عندها انزلاق غضروفي، وان عندها بتحس بالام ما بين كتافها الاثنين. طيب هو برضو ده يعني هنجاوب عليه في سياق الكلام بتاعنا. برضو نرجع الاول لاسباب الصداع. اسباب الصداع يعني احنا العيان طبعا اللي بيجي له نوبه من نوبات الصداع متكرره مثلا بتاثر على ممارسه حياته اليوميه مثلا، احنا بنبتدي ننصح المرضى ان هو لو بدات تزيد عن 3 نوبات في الشهر او 4 نوبات في الشهر ممكن ان هي لازم ساعتها يتحرك بقى لاستشاره الطبيب المختص. تمام. فالزياره الاوليه بنسمع شكوى المريض، طبعا المفروض بتقيس ضغطه لان ممكن يكون ارتفاع ضغط الدم، ودي من الحاجات الخطيره جدا اللي بتبقى من احد الاعراض اللي بتعبر عنها الصداع. الصداع او انخفاض ضغط الدم برضو بيعمل نفس الاعراض. من الحاجات برضو الشائعه جدا مشاكل العيون، النضاره مثلا مش مظبوطه او انا محتاج البس نضاره. من الحاجات برضو المعروفه جدا الام الاسنان وبرضو بتعمل صداع، وحضرتك طبعا عارف الكلام ده. طبعا. المشاكل فيما يخص الجيوب الانفيه برضو من الحاجات اللي هي من الاسباب اللي هي بتؤدي الى صداع. تمام. فاحنا يعني دي الاسباب، اسباب كتيره جدا وشائعه جدا. تمام. الناس اللي عندهم انيميا برضو ممكن تعمل صداع. بالظبط. ويمكن حتى من الحاجات البسيطه جدا اللي احنا ممكن نطلبها من العيان ان هو يعمل صوره دم وتجاوب على كل الاستفسارات اللي احنا بنجاوب عنها. إنما يعني ممكن احد هذه الاسباب تكون هي السبب الرئيسي والمباشر لموضوع الصداع النصفي. بالظبط. يعني للصداع عامه والصداع النصفي بشكل خاص. تمام. ممكن طبعا. تمام. ممكن تمام. طبعا. ممكن طبعا. برضو من الحاجات المهمه جدا اللي لازم العين يبقى عارفها ان في اصابات بتبقى خطيره بقى، وبرضو بيبقى ايه العين بيظهر عنده عرض اللي هو الصداع، زي مثلا نزيف المخ، سواء نزيف المخ ده كان حاد او النزيف المزمن، او التهابات اللي هي اسمها الالتهابات السحائيه. تمام. او في الحالات اللي هي الاورام اللي بتبقى موجوده في المخ. فكل هذه الامور لازم ساعتها نبقى احنا عارفين تفصيليا شكل الصداع، تكرار نوبات الصداع، استجابته للادويه ولا لا، كل الحاجات دي مهمه جدا لمعرفتها عشان نقدر نتعامل مع الصداع ده بطريقه سليمه، ومن ثم علاجه بطريقه سليمه. تمام. احنا يعني في حالات الحالات الخطيره حضرتك بتقول عليها، المفروض الخطوه الاولى المتابعه ايه علشان نكتشف ان ده الصداع ده وراه مشكله كبيره؟ المفروض اعمل سي تي مثلا، اشعه مقطعيه، ام ار اي. يعني لو احنا خلاص تاكدنا ان الصداع اللي عندنا ده مش صداع حميد. تمام. او يعني باكثر دقه بقى اسبابه داخل الدماغ، يبقى مبدئيا لازم نعمل هو فحص بالاشعه المقطعيه عشان نعرف اسباب المشكله. وده زي ما قلت لحضرتك بيبقى ليه علامات واضحه جدا. الصداع مثلا جه حاد مفاجئ، او الصداع ده مثلا حصل معاه تغير مثلا في وظائف الجهاز العصبي، مثلا حصل ضعف في الحركه، او حصل تشنجات. تمام. او حصل تغير في درجه الوعي. فكل الحاجات دي بتبقى مفاتيح للطبيب المعالج ان هو يقدر ينقل على المرحله رقم 2 من التشخيص عشان نقدر نعالج المشكله دي بطريقه صحيحه. قبل ما ناخد بقيه الاسئله والمحاور عايزين نرد بقى على المدام اللي اتصلت من شويه اللي بتقول عندها انزلاق غضروفي.
وعندها الم ما بين كتفها وبتاخد ادويه لكن مش مرتاحه، نعمل لها ايه؟ ده برضو من الاسباب اللي هي بتبقى برضو موجوده بالنسبه للناس اللي عندهم صداع، اللي هو الصداع اللي بيبقى موجود في مؤخره الراس، اللي احنا بنسميه حاجه اسمها الصداع التوتري او صداع الضغط. وده الجمله دي او التعريف ده بيحمل كذا معنى. الصداع التوتري يعني هل هو مرتبط اكتر بالتوتر والضغوط الحياتيه الزائده، ولا التوتر الزائد في العضلات زي مدام اللي كلمتنا من شويه اللي هي عندها الام في منطقه الرقبه وانزلاق غضروفي. دايما التوتر العضلي الزائد المستمر في عضله الرقبه بيعمل شد على الاعصاب الموجوده في فروه الراس، وبالتالي عندنا دايما بيشتكي من هذا العرض. التوتر الزائد في العضلات دي ساعات في بعض الحالات بيضغط على الاعصاب الحسيه اللي موجوده في منطقه مؤخره الراس، ومنطقه الراس كل الاعصاب اللي فيها مرتبطه ببعضها. تمام. وبالتالي العيان ممكن يشتكي من المشكله دي تؤدي الى صداع، او تبدا تدخله في نوبه من نوبات الصداع النصفي. تمام. يعني ده ما يعرف بالتنشن هيدك او الصداع التوتري، ولا الصداع التوتري ده حاجه تانية؟ التنشن هيدك تقريبا نفس النظريه دي، بس بيبقى موجوده في العضلات اللي هي بتاعه المضغ الماستيكيشن ماسلز اللي موجوده على جانبي الراس، انما برضو بتبقى موجوده نفس هذه المشكله في مؤخره الراس. يعني برضو احد اسباب الصداع النصفي هو المشاكل المتعلقه بالفقرات العنقيه. تمام يا دكتور ممكن. كده ممكن يعني دي ممكن نعتبرها من الاسباب، احد الاسباب المهمه. ايوه من احد الاسباب المهمه. نعم. تمام. طب في كتير قوي من الامهات والاباء دايما بيشتكوا انه اطفالهم في سن صغيره جدا بيبقى عندهم مشاكل متعلقه بالراس، يعني في صداع نصفي، في صداع غير معروف سببه، ولما بنسالها يعني الصداع ده مرتبط مثلا بايام الامتحانات او مذاكره او انها مش منتظمه في نومها، فبتقول لا يعني ممكن الصداع يجي في اي وقت، فجاه الولد يرجع من المدرسه او البنت فبتشتكي من الصداع بالم مبرح، فننصحها بايه بقى الست او الراجل ده؟ هو الصداع بالنسبه للاطفال على فكره مش من الحاجات المستغربه، انما طبعا عشان السن الصغار دول بيبقى ابني او بنتي فانا طبعا ببقى قلقان، انما احنا اللي يهمنا دايما السمات المميزه لهذا الصداع. نوبات حاده ولا غير حاده، عدد تكرارها، بتاثر على درجه الوعي ولا لا، كل دي هي الاعراض المهمه. تمام. انما هل الصداع دون عرض يحصل عند الاطفال ولا ما يحصلش؟ بيحصل عند الاطفال. ليه نفس الاسباب، يعني ممكن بعض الاطفال يحصل لهم صداع توتري، ممكن بعض الاطفال يحصل لهم صداع نصفي. انما يعني مش بنفس الاطفال ما عندهمش نفس الاسباب، يعني لسه ما عندهمش نفس الاسباب الموجوده عند الكبار، يعني مفيش ضغط، مفيش في ضغط، مفيش ضغط، خايف من الامتحان، قلقان من الامتحان. تمام. عنده تمرين مثلا وبطوله وشادد وكده. انما طبعا نسب حدوث الصداع عند الاطفال مش زيها زي السن الكبيره. تمام. انما احنا ما نخافش ابدا من ان الطفل عنده نوبه صداع، ما نخافش، انما زي ما قلت لحضرتك فيه امور واضحه هي اللي بتخلينا نفكر في اسباب الصداع. شكل الصداع عامل ايه؟ تكرار نوبات الصداع اخبارها ايه؟ بيستجيب للعلاج ولا لا؟ ليه تغيرات زمنيه، يعني اكتر بالليل ولا اكتر بالنهار؟ الحاجات دي كلها هي اللي نقدر احنا على ضوءها نشوف هل ده صداع حميد حاجه بسيطه، ولا ده حاجه محتاجه بقى انفستيجيشنز وابحاث وفحوصات دقيقه عشان نبقى عارفين اسبابها ونقدر نعالجها علاج دقيق. يعني حضرتك تنصح الام اللي يجي لابنها صداع نصفي او اي نوع من انواع الصداع تتصرف ازاي لغايه ما تروح للطبيب المختص؟ ان احنا يعني ان هي تقلل نسبه الالم عن طريق الادويه البسيطه زي المركبات الباراسيتامول مثلا. تمام. انما دايما حضرتك لازم يكون في استشاره طبيه دايما بالنسبه للاسره. الدكتور اللي بيعالج ابنها، الدكتور الاطفال مثلا بيتابع الحاله، تاخد رايه، نعمل صوره دم نشوف اخباره ايه، نقيس ضغطه نشوف اخباره ايه، الدكتور نفسه هيبتدي يحلل شكل الشكوى، وهو بعد كده هينصحها ان هي لو محتاجه ان هي تعرض نفسها على دكتور المخ والاعصاب ولا لا. حضرتك قلت في بدايه حديثنا انه النسبه الاعلى من الصداع النصفي بتحصل في الستات اكتر من الرجاله. ده ياخدنا لحاجه مهمه جدا، الست الحامل تتصرف ازاي اللي هي اصلا مصابه بصداع نصفي؟ هل في ادويه المفروض انها ما تاخدهاش؟ هل في ادويه ننصح ان احنا ناخدها وما بتعملش مشاكل للجنين؟ حضرتك تنصح الام الحامل بايه؟ والله هو السؤال ده حضرتك دكتور احمد طبعا سؤال مهم جدا وبيجرنا لاسبكت كبير قوي في العلاج المشاكل اللي هي في الستات بالنسبه للصداع النصفي. لان احنا في بعض الامور زي لو احنا خدناها على باب الوقايه، ان في بعض الادويه اللي هي مثلا اقراص اللي هي منع الحمل او العلاجات الهرمونيه زي الكبسولات او الحقن ساعات بتبقى هي من الاسباب اللي تؤدي الى حدوث الصداع. وبالتالي لو هي الست نفسها
لاحظت ان مع استمرارها على الادويه دي بدات نوبات الصداع تظهر او نوبات الصداع تبتدي تتكرر عليها بطريقه اكثر مما كان سابقا، يبقى ساعتها لازم تراجع دكتورها عشان تغير الادويه دي. ده نمره واحد. تمام. نمره اتنين، في بعض الادويه مركبات متطوره هي موجوده من فتره في علاج نوبات الصداع عند حدوثها. نوبات اسمها مواد اسمها مواد الارجوتامين. المواد اللي هي الارجوتامينز دي معروف عنها ان هي بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، وهي دي فلسفه المرض نفسه. وبالتالي الست الحامل لو خدتها هيحصل مشاكل للجنين والتوصيل الدم للمشيمه، وبالتالي يعني لا يسمح بها. فدي من الحاجات المهمه. برضو الادويه الوقائيه، لان في بعض الناس بتبتدي تاخد بقى علاجات وقائيه، يعني سواء انا عندي دلوقتي صداع او ما عنديش، انا باخد ادويه وقائيه عشان تمنع تكرار نوبات الالم. تمام. برضو في مجموعات منها بتتاخد في اللي هي نوبات الصرعيه او التشنجات، وبالتالي برضو الحاجات دي بتؤثر تاثير برضو سلبي على تكوين الجنين. فعشان كده دايما احنا بنؤكد دايما على المرضى ان الادويه لازم تتاخد تحت اشراف طبي. تمام. الجرعات بتختلف، الاثار الجانبيه بتاعت العلاج لازم انا ابقى عارف وافهم العيان ان لو حصل كذا هنعمل كذا، ولو حصل كذا هنعمل كذا. فمن الحاجات المهمه خاصه في عرض من الاعراض الشائعه زي الصداع، ان انا لازم ااكد على المريض ان لازم ترجع للدكتور بتاعك عندي ان انا اخد العلاج، او ان انا ابتدي ادور على اسباب الصداع. تمام. لا لكن الام الحامل افرض جات لها نوبه صداع، ازاي تتصرف معاها؟ يعني هي نفسها تتخلص من الالم، فازاي تتخلص من الالم بدون اي ضرر للجنين؟ بتاخد الادويه البسيطه زي مركبات الباراسيتامول دي امنه، حتى في الفيرست ترايمستر او حتى في المرحله الاولى من الحمل، الثلث الاول من الحمل بتبقى الامور بسيطه، يعني مفيش اي امور بسيطه. طب يا دكتور، احنا اتكلمنا عن الصداع النصفي، واتكلمنا عن اسبابه، واتكلمنا عن شكله، لكن يهم الناس قوي تعرف طرق الوقايه والعلاج، يعني ازاي نعالج الصداع النصفي. وانت حضرتك عارف طبعا الصداع النصفي ده بيسبب الم مبرح، يعني كتير جدا مننا صعب قوي يتحمله. فايه هي بقى كل طرق العلاج؟ الوصفه السحريه. الوصفه السحريه. زي ما احنا بدانا كلامنا ان الصداع النصفي ملوش سبب واضح، انما ليه عوامل كتيره قوي تؤدي ان المريض دون اكثر عرضه من غيره ان هو يجي له نوبه الصداع. وبالتالي لو انا تفاديت الوقوع في هذه الاخطاء، بدايه مثلا من الناس اللي ما بتمارسش رياضه، وطبعا معروف جدا حضرتك ان ممارسه الرياضه بتزود افراز الهرمونات اللي احنا بنسميها الهابي هرمونز او هرمونات السعاده، وتقلل التوتر. تمام. وبالتالي يبقى انا ادي سبب من اسباب الصداع انا بدات ان انا اتغلب عليه. التنظيم الدقيق للنوم، عدد ساعات النوم الكافي، مواعيد النوم المضبوطه، فدي كلها حاجات مهمه. يعني نظبط البيولوجيكال ووتش يعني. بالظبط. تمام. الاكل شكله ايه؟ الاكل طبيعته ايه؟ مثلا باكل على فترات متكرره وما بشبعش، ما بجوعش، الحاجات دي كلها مهمه جدا. طبعا الابتعاد عن التدخين، دي الحاجات. تمام. اللي بنأكد عليها. الابتعاد عن التوتر. فكل دي حاجات احنا بنعملها علشان يبقى انا بقطع شوط كبير جدا في علاج هذه المشكله، او على الاقل ان انا بقلل من وطئتها وبخليها تقدر تبقى سهله علاج. تمام. طب يا دكتور، يعني دايما في برنامجنا بنتكلم عن كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج، ايه الجديد في علاج الصداع النصفي؟ في الحاجات المستعصيه، يعني خد علاج وما نفعش، عمل كل الحاجات، مارس رياضه، غير من اللايف ستايل بتاعه، بدا ينام بساعات نوم منتظمه، ومع ذلك الصداع لسه مستمر. يعني بما اننا في النيو تكنولوجي، يعني في عصر النيو تكنولوجي وعصر كل ما هو جديد. الحالات المستعصيه للصداع النصفي او الام الوجه والراس عامه، بقى في تكنيكس مختلفه تماما لعلاجها الغير دوائي، او اسمها بنسميها العلاجات غير التقليديه. يعني حتى في بعض العيانين بنعمل لهم عمليات. يعني انما احنا خلينا الاول في الامور اللي هي البسيطه اللي اسمها المحدوده التدخل. في بيبقى عن طريق الحقن او عن طريق حاجه اسمها الترددات الحراريه، بيتعمل تقليل لنشاط بعض الخلايا العصبيه اللي هي بيبقى ليها دور في نسب تكرار ونسب حدوث الالام من الصداع النصفي. ودي طبعا تكنيك منتشر دلوقتي وحتى موجود في مصر، انما طبعا احنا بننصح بيه في الحالات اللي هي المستعصيه اللي هي ما بتستجيبش للادويه الاعتياديه. طب في ادويه معينه بقى بتتاخد ممكن نقول اسمها من غير اسماء تجاريه ولا صعب؟
هو احنا بمنتهى البساطه احنا علاج الصداع النصفي بيتقسم على جهتين. ادويه بتتاخد في حدوث النوبات، وكل ما بدانا العلاج ده بدري كل ما كانت نتيجته احسن. تمام. لو انا اثناء نوبه الصداع مثلا في كمان احساس بالغثيان، يبقى انا ممكن اخد ادويه اللي هي مضاده للغثيان عشان تسهل عليا ان انا اخد الدواء بتاعي. والادويه اللي هي اللي بتقلل نسبه الالم دي بتبدا من الادويه البسيطه زي مركبات الباراسيتامول، او الادويه الاكثر حده في علاجها زي الادويه المضاده للالتهاب، ثم مركبات الارجوتامين، ثم بعد كده مركبات حاجه اسمها السوماتريبتانز. الادويه الوقائيه بقى دي مثلا على راسها طبعا الادويه اللي هي مضادات الصرع زي الفالبرويك اسيد، او في المضادات اللي هي حاجه الكالسيوم شانل بروكرز او البيتا بلوكرز. فالعلاجات كتيره جدا، انما هو عشان كده انا بقول لحضرتك يعني دايما الحاجه المهمه جدا في علاج الصداع هو معرفه اسبابه، وده بيجي من الفحص الدقيق للمريض، التحليل الدقيق للشكوى نفسها، عشان هي دي اللي هتخلينا نمشي خطه رقم واحد، خطه رقم اتنين، خطه رقم تلاته. العيان ده مجرد بس هياخد ادويه تقلل التوتر هيبقى احسن، العيان ده مجرد مثلا ما ياخد ادويه تقلل التوتر في العضلات هيبقى احسن، العيان ده هيمشي على علاج مثلا للصداع النصفي هيبقى احسن، لا العيان ده مثلا نحتاج نعمل له اشعه مقطعيه لان شكل العرض ده ما ينفعش ان احنا نقول له ده حاجه صداع حميد. فيعني زي ما قلت لحضرتك المفتاح في علاج الصداع النصفي هو التشخيص الدقيق في الاول. تمام. في الحقيقه دكتور الحوار مع حضرتك ممتع جدا، احنا هناخد من حضرتك يعني وعد بلقاءات متكرره وموضوعات جديده. نشكرك دكتور احمد. شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا جزيلا. مشاهدينا نشكركم لحسن المتابعه، وهنقول في النهايه نصيحه مهمه جدا، يعني احنا هنلخص اللي قاله الدكتور احمد سيد بيومي، انه اهم حاجه الوقايه، ان احنا نغير من اسلوب حياتنا، بمعنى ان احنا لو مش بننام نوم يعني منتظم لازم يكون النوم منتظم، لازم نمارس الرياضه، وبنؤكد على ممارسه الرياضه، بنوجه رساله للناس المدخنين بنقول لهم، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه انه في دراسه اجريت في اسبانيا قالت انه المدخن الذي يدخن اكثر من 5 سجاير في اليوم هو عرضه لنوبات جامده جدا من الصداع النصفي. وبنذكركم مشاهدينا أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المريض، ودايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى في نهاية كل صلاة ونقول اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. مشاهدينا وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.